السلام عليكم ورحمة الله. قال سبحانه وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. فإن أمة الكفر واحدة، وما حصل من تكالب على أهل فلسطين لا يدلل على أن ملة الكفر واحدة ويقاتلوننا عن قوس واحد. فإن معركة فلسطين هي معركة المسلمين جميعا مع الكفار الغربيين، وليس معركة بين العدو وبين فصيل فلسطيني كما يحلو للبعض أن يسموها. وبالتأكيد فإن البارجات الغربية التي ترسو شرق المتوسط ليست لمحاربة ذلك الفصيل، وإنما للمسلمين جميعا، وليست كما يصفها الرويبضات بأنها صراع فلسطيني إسرائيلي. وهذه المعركة كشفت المواقف الحقيقية للدول ولعلماء السوء، وأزالت الأقنعة عن البعض، وأزالت ورقة التوت التي كانت تستر عورة الأنظمة العميلة وأتباعهم من المنافقين والمرجفين. قال سبحانه وتعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.